مانشيت. مانشيت يقدم لك أبعاد الخبر في قالب واحد. مانشيت. تسمحوا لي بس استاذ عبد الله والاستاذ محمد، اخذ ايضا مداخله هاتفيه من الاستاذ محمد السناني وهو مدير المركز الاعلامي في نادي الفيصلي، عطفا على ايضا عنوان موجود في صحيفه النادي، انا ما وردته في العناوين ولكن هو العنوان او الخبر الموجود في صحيفه النادي: السناني المرداسي كان مشحونا علينا وانشغل بالدكه. مساك الله بخير استاذ محمد. مساك الله بالنور استاذ عبد الرحمن، امسي عليك على ضيوفك الكرام. مباشرة أسألك على الحديث هذا اللي موجود في صحيفة أو الخبر الموجود في صحيفة النادي وعن مباراتكم أمام الأهلي، وحديثك أنت عن المرداسي بأنه كان مشحون جدا على الفيصلي، كيف أنت يعني لمست هذا الأمر؟ بالبداية أنا كنا في مباراتنا الماضية أمام الأهلي، كنت أنا متواجد في دكة الاحتياط مع الفريق. لاحظت على الأستاذ حكم فهد المرداسي أن تعامله مختلف مع دكة الفيصلي عن دكة شقيقنا نادي الأهلي. لا أعلم ما هي الأسباب. كان الحكم يعني جل تركيزه على الدكة، حضر للدكة أكثر من مرة، تحدث مع المدرب أكثر من مرة، رغم أن مدربي الفريقين من حقهم أن يوجهون لاعبتهم في المنطقة المعروفة لدى المدربين، لكن كان الأستاذ الحكم فهد المرداسي تركيزه أكثر على مدربنا في أكثر من لقطة وفي أكثر من موقف. في أيضا تعامله مع اللاعبين، يعني هناك أحد اللاعبين وهو معروف الحارس منصور النجعي تحدث لي بعد نهاية المباراة أنه كان يتحدث مع الحكم، يعني معروف أن الحكم يكون من المفترض أن يكون هو أهدأ من اللاعبين وهو من يبادر لتهدئة اللاعبين، لكن ما حدث أنه كان يتكلم مع اللاعبين بأكثر من حديث. يعني في أحد المرات قال الحارس منصور النجعي، في أحد المرات في المباراة نفسها ولا هذه موضوع في المباراة نفسها، قال له لا تبربر كثير. أيوة. وهي يعني كلمة غريبة تصدر من حكم دولي، ونحن لسنا ضد الأستاذ فهد ولا، وبالعكس نتمنى التوفيق ونعلم ان لديه بكره غدا مباراه تسويه، نتمنى له التوفيق. لكن هذه المواقف التي حدثت تجعلنا نستغرب ان تحدث من حكم دولي مثل الاستاذ فهد المرداسي. ركله الجزاء التي اقر اليكم المحلل خليل جلال بعدم صحتها، التي كانت يعني نقطه تحول في اللقاء، يعني نحن سجلنا الهدف الاول في الشوط الثاني وكنا قريبين من محراز التعادل حتى تترك الجزاء التي أعطتنا يعني ما لم نستطع بعدها نعود للقاء بسبب النتيجة صارت 3-1، صعبا تعود للمباراة بعد المباراة. طيب أنتم عندكم إجراء كذا بتتخذونه مثلا مع فهد المرداسي كإدارة الفيصلي؟ أكيد أن هناك احتجاج راح يرفع لجنة الحكام برئاسة الأستاذ عمر مهنا للنظر في الموضوع. أيضا بعد المباراة ذهبنا أنا والأستاذ محمد المطيري مدير الفريق بنادي الفيصلي للسلام على الحكام، وهو إجراء نتبعه في كل مباراة، يعني بعد نهاية المباراة للسلام على الفريقين، السلام على الحكام، وديننا الحنيف أصلا يصر على السلام. أيضا نظام الفيفا يعني لابد من السلام بعد المباراة في أي مباراة تجمع فريقين. استغربنا أن الحكم يرفض السلام علينا كذا، من ما يعني ما كان في اي حديث سابق بينكم؟ ما كان اي حديث، هو كلام اللي كان يعني طبيعي ان يكون فيه احتجاج على قرارات، ممكن يكون فيه نشجع اللاعبين من الدكه، لكن لم نسيل الحكم بتات البته. ولكن بعد المباراه في مباريات عديده وكثيره مع حكام اخرين لم نرى هذا الموقف بتاتاً ابدا. طيب ليش يعني مثلا فهد المرداسي يسأل برضو اللي يسمع كلام محمد، يسأل وش المصلحة فهد المرداسي من هذا الموضوع أو وش مشكلته مع الفيصلي؟ ما في شيء مسجل مثلا؟ لا نعلم، لكن الحكام المساعدين والحكم الرابع موجودين وشاهدوها لما تينا حتى يعني، وكان تصرف الدكة في المباراة تصرف طبيعي مماثل مثلا لتصرف دكة الأهلي؟ نعم طبيعي، لم نكن زايدين ولا مثل تصرفاتنا، كانت مثل تصرفات النادي شقيق النادي الأهلي.
ولكن حنا أساسا في نادي الفيصلي دائما بشكل عام أتكلمت عندما تكون لقاءك طيب. مع نادي جماهيري ونادي له إعلام أكبر من أكثر يكون الحكم ضدك يعني كأنك نادي غير سعودي. آه يعني الموضوع هذا صار معكم في مباراة برضو ثانية غير مباراة الأهلي. يعني عكس أفهم منك كذا. بس إنه بدرجة أقل. المباراة هذه تحدث بدرجة أكبر. يعني عندما حكم يأتي للدكة أكثر من مرة حتى لدرجة من مرات إنه أتى لمدربنا وأعطاه الطافرة. يعني بي يعني كأنه يقول فعل حكم بدلا عني. هل هذا حكم هل هذا تصرف من حكم دوري يستر؟ ما كان مفترض. احنا والله العظيم نحترم الحكم الاستاذ سعد المقدس ونتمنى له التوفيق. لكن التصرفات هذه طيب. نستغربها. طيب. ولا نعلم ما هي الاسباب. جميل. طبعا احنا سمعنا من كلام فهد او محمد، لازم نسمع ايضا من فهد المرداسي في الموضوع. طبعا ايضا المساحه مفتوحه للاستاذ فهد الكابتن فهد المرداسي للنداخل. احنا بالعكس نتمنى له التوفيق. عندنا بكره مباراه الله يوفقه ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق للحكام السعوديين. لكن احنا التصرفات اللي حدثت نستغربها فقط. لكن انتم تسجلونها كاعتراض ايضا اداري قد يوجه للجنه الحكام. اكيد بالتاكيد. طيب. ما في شك. حلو. أشكرك شكرا او شكرا جزيلا استاذ محمد السناني مدير المركز الاعلامي بنادي الفيصلي. مانشيت مانشيت يقدم لك ابعاد الخبر في قالب واحد. في قالب واحد مانشيت.